أهلا وسهلا فيكم من جديد في ساعتنا الثالثة والأخيرة ومن مطبخ يوم جديد. خلينا أنا وياكم نرحب بالشيف علا ونشوف شو محضرتنا اليوم. صباح الخير سيف. صباح الخير لنا، الله يعطيك ألف عافية. اليوم بدنا نعمل باستا مع البشاميل والسبانخ، بعيدا عن استخدام الدجاج واللحم المفروم وغيره، فقط رح نحط فيها سبانخ لحتى نكسر شوي هالكالوريز اللي رح نضيفه من الجبنة والبشاميل. محضر منزليا، حضرنا كتير في مطبخ يوم جديد، ورح نرجع نذكركم بالوصفة، فتأخذ الست صور عن الشاشة بشكل سريع لحتى ما تضيع عليك الوصفة، بالإضافة إلى شوربة الذرة رح يكون فيها إشي بيوريه مطحون وفيها شوي من قطع الذرة، بالإضافة إلى قطع من الدجاج على طريقة المطاعم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ وصفة باستا السبانخ بالبشاميل معلان على الشاشة. يلا خلينا ناخذ وصفة مع بعض. رح يكون معانا كيس باستا مسلوق واثنين كوب سبانخ فريش أو مجمد، واحد كوب فطر طازج أو معلب، واحد بصل مفروم، اثنين ثوم مهروس، كوب كريمة طبخ وملح وفلفل. رح يكون معانا كمان كاري كركم، زعتر ناشف، بودرة مرق دجاج، اثنين قطعة زبدة، كوب جبنة موزاريلا والقليل من الماء المغلي. البشاميل المنزلي بدنا يكون معنا نصف لتر حليب سائل، 2 معلقة كبيرة زبدة، 2 معلقة كبيرة طحين، ملح، بودرة ورق الدجاج طبعا هذا اختياري، ورشة جوزة الطيب برضو اختياري. إن شاء الله أني أرجع أتذكر لنا ونسوي بودرة مرق الدجاج بالبيت. هلأ أنا بسويها أراس صراحة وبفرزها، وممكن الست تعملها. طبعا كيف بنفرزها أراس؟ من خلال استخدام قوالب التلج، وبنطحن اللي هي قشور الخضار، إذن هي تحضر في البيت، ولكن ابتعاد رح يكون ابتعادنا عن استخدام المواد الحافظة بطريقة سليمة، وبنشدها بالطحين، فالأمور كتير سهلة وبسيطة. وزي ما حكت لنا أكيد بودرة مرق الدجاج شيء اختياري. أنا برأيي شوفي هي على الأمد البعيد بتأثر، على الأمد البعيد مع كثرة الاستخدام، ولكن إذا كان ذرة فقط اللي هي لتركيز النكهة عادي، يعني ما بتأثر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ إحنا لحتى بس نروح نجهز اللي هي خلطة السبانخ مع الفطر. أنا اليوم رح أستخدم فطر الصياد، كتير بحكي لكم أنا فطر الصياد، تونة الصياد، ولكن يعني دائما بنسى وبحط لكم إياها بالصحون وما برجيكم إياها من الداخل. أنا بهمني قبل المنتج اللي بدي أستخدمه في بيتي أو أدفع حقه، لازم أعرف أنا إيش بشتغل وإيش بستخدم. فلو فتحناها زي هيك رح نشوف القطع، شوفي قديش كبيرة وواضحة، بينما في علب كتير بالسوق بيكون مقطع منتف أو لونه أبيض أو ببخ مي، فكتير مهم تعرفي إيش بتشتري في بيتك وإيش بتجيبي. وإحنا دائما في مطبخ يوم جديد، يعني فضل من الله، بهمنا دائما مصلحة المتابع أفضل بكتير من أمور تانية. رح ننزل قطع من الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي واحد اثنين وهي ثلاثة. تمام. بعدين رح أكسرها شوي بالزيت النباتي لحتى ما تنحرق معي، أعادل درجة حرارة الزبدة هذا الشكل. تمام. نزل عليها بصل، توم، ممكن إذا بدهم لنا يحطوا زنجبيل بصير. أنا رح أحط بصل وتوم، وبعدين رح أنزل عليهم الفطر، بنقليهم مع بعض، بعدين بنزل عليهم السبانخ. زي ما أنتوا شايفين أنا جايبة سبانخ بيبي وبنحطه للسلطة، حبة الست تجيب من السوق الكبير البلدي بصير، الفروزن اللي بنباع بالكياس المجمد عند كارفور بالتلاجات بصير. بس بصراحة أنا بدي دايما الفريش لحتى أخذ النكهة الصح، ما أخسرها حرام. بما إنه أصلا موجود هلأ كمان سبانخ موجودة متوفرة، فلأ إحنا دايما ناخذ إشي طبيعي. بالضبط، أنا هذا اللي بيهمني دائما، بإني أنا أدير بالي إني أستخدم كل شيء بموسمه، ندير بالنا على هالأكل الطيب، يعني قيمة غذائية أولادنا أولى فيها بكتير من أي حدا تاني. صحيح. يلا خلينا نصبح على الناس معانا على اللايف. عدنان الحمتي بقول يسعد صباحك شيف علا، مبدعة والمذيعة المتألقة لنا، صباحك يا رب. جود الخلايلة بقول صباح الخير. فاطمة رصد بتقول يسعد صباحك. أم أديان تقول صباح الخير. وفريال قصراوي بتقول صباح الفل والياسمين. عثمان الدعجة بقول أسعد الله صباحكم. وأماني التميمي الله يعطيكم ألف عافية، عافية قلبك يا رب جميعا. وسميحة أحمد ملكاوي بتقول صباح الخير لكم. حطينا هلا بس بحس الزنجبيل ممكن هيك يكون حد شوي شفت هلا. بس هلا شوفي الزنجبيل بتضيع حرارته مع البشاميل،
وفي عندي كريم الطبخ فبتسحب شوي وبتنكه وبتعطر مع وجود السبن بصير في عندي بالانس في النكهه هيك بتحسي انه الطعم بيروح وبيجي فطيب بس ما تكتر لانه زي ما حكت لنا كثير حد طعمه قوي بريك يعني انا بحب الزنجبيل بالاكل ترى هلا احنا استخدمنا قبل هيك معجون الزنجبيل والثوم معهم شويه ليمون من السوق اللي شريته انا وياكي طلع كثير طيب كمان بيلبع بيلبع تمام هي حطينا البصل مفروم ناعم والثوم المهروس مع الزبده والزيت النباتي هلا بنروح بنجيب فطر الصياد وتونه الصياد هلا تونه الصياد انا بحب اللي بمي منها ما فيها زنخ في تونه بالاسواق حتى اللي بتكون مع مي برضو فيها زنخ فالسلطات كتير طيبه ورح نعمل فيها نوع من انواع المعجنات كثير طيبة طبعا انا غسلتها وصفيتها انا لسه بدي اسالك طبعا مواد حافظه طبعا لازم اجباري هلا انا عشان اذكركم بحلقه الثلاجه استخدمت شويه صغيره وضل عندي زياده مش تروحي تغطيها وتحطي العلبه زي ما هي في الثلاجه ديري بالك هاي معدن بتتاكسد مع طبعاً. بروده الثلاجه طبعا لما بتتاكسد طبعا مش تونه الصياد عامه اي شيء بزيد في اي علبه حديد بتاكسد مع الثلاجه فديري بالك بتحطيه في تبروير هو والماده اللي جواه عشان يحفظه في الثلاجه بالتبروير بلاستيك او زجاج ما في مشكله يفضل زجاج طبعا لسه بنفضل الزجاج اكثر طبعا لجودة الماده الغذائيه الزجاج اطول عمرا نعم مشان هيك لانا اذا بتلاحظي معجون الطماطم في بعض الاسواق او حتى خلينا نحكي عصير الطماطم بتلاقيه باناني اللتر الازاز صح ما بتلاقيه ببلاستيك للحفاظ عليها عشان ما تحمض ما تتاكسد ما تعفن صح. لذلك دائما الزجاج بتلاقي اغلب المواد الغذائيه موجوده بمرتبانات او علب زجاجيه نعم. خلينا نصبح على الناس معنا على اللايف ورجاء بالدوي بتقول صباح الفل والياسمين لأحلى شيف علا ولانا وغادة علي بتقول صباح الخير ثناء الشاه بتقول صباح الفل جود الخلايلة بتصبح علينا صباح الخير أم عمر الشيخ بتقول صباح الخير ورغدة جمل بتقول صباح الخير منورين وأم هاشم صباح الخير ومعنا كمان فايز المعقلي بيقول صباح الخير مصطفى الحجي بيقول الله يسعد صباحكم لانا والشيف علا وآيات أحمد بيقول صباح الخير إلى علا والمقدمة الجميلة لانا يسعد صباحك يا رب يسعدهم جميعا هلأ لانا أنا هون حاطة تقريبا ضمتين هلأ هذا بس تشوفي رح تبلش تكتفي لأنه هو عبارة عن حجم على الفاضي مشان هيك لما بتروحوا أهلينا إذا بتتذكر يعملوا معجنات السبانخ وغيرها بتلاقي أمنا حاطة على الطاولة هالقد بتقولها أوف ما احنا كلنا ثلاثة بالبيت السبب لأنها بتكش يعني حتى الحشوة اللي بيكون معبي الطاولة عندك بالبيت بيصفي هالقد بس تمام هلا رح نكمل ونحط الباقي شوفي بلش يختفي وانا بدي اياك تكتري وتقوي قلبك وتحطي كثير طيب وكثير مفيد لاولادك فيتامين سي السبانخ كثير مهم لصحه القلب حديد يعني دائما اي شيء بتحوص فيه ست افتحيه على عمو جوجل ما بيقصر معك بيعطيكي معلومه جاهزه انا بحب السبانخ حتى بعملها سلطه وبعملها تبوله كمان هو هذا البيبي للسلطات كثير زاكي واحنا عملنا تبوله سبانخ وعملنا سلطات كثير فيها سبانخ فهي ريحته بلشت تطلع البانه مبهجه هلا ممكن تضيف الست مثلا خلينا نحكي صدور دجاج ممكن بس يعني اللي بحب انا حبيت بهذا النوع هلا المعكرونه انا جبتها طبعا من كارفور نفس هذا الشكل المبروم اللي انتم شايفينها امامكم في منها لون بني بكارفور على على الرفوف اللي هي بتكون بالقمح اذا بدها الست تلجا لها بصير بس بدك تزيدي شوي مده الصلق لانها بتضل بتكون شوي قاسيه نعم عم تصير صحية 100% مع شوية الزبدة ومرقة الدجاج مكرر شايفة لانا يا دوب ما صفى لي إشي صح. إذا بدها تستخدم هالمفرز بصير بس بتفكه من العلبة وبتحطه هون هو ببخ ميته وبفك مع النار بصير يعني شايفة فعلا لما نغسل السبانخ ما بنحط زي ما قلتي مرة خل عشان ما ينزل السوائل خل مي وملح وملح وهو ورق ومش هو مفروم هلا اغسليه وهو ورق انا هيك صرت اعمل في بولة صراحة. وارجعي اغسليه في بولة تانية مع مي وملح وهو مفروم الورق المي زي ما هي صافية بس رح ينزل فيها الأتربة اتفرجي على المفروم خضرة اذا كل المادة الخضراء المفيدة بالسبانخ يعني لا منك ولا من طبختك انا صراحة منك تعلمتها هاي القصة انت البركة حبيبتي اغسل على طول اول ما اجيبهم بغسلهم بعدين بفرم شايفه كيف هذا اللي انا بدي اياه اللي هو معجون البصل والثوم مع الفطر والسبانخ هلا هون بروح بجيب كوب كريم الطبخ انا ما بدي كثير بدي اسبك شوي النكهه لاني انا اعتمادي رح يكون على البشاميل رح يكون اعتمادي على جبن الموزاريلا 250 مل ما يقارب كوب ونص زي ما بتحبي تمام بهذا الشكل بعدين رح ننزل ماء مغلي او
مرق دجاج أو ماء سلق المعكرونة. حليب؟ لا زودتيها لأنا في كريمة. نخفف. أنا صراحة بخفف دائما الكريمة بحليب. هلا ما عندهم كريمة اتفقنا دائما، مش تحوصي بطبختك ولا تدعسي بريك، لا تروحي بتحطي كاسة حليب مع علبة قشطة بدل كاسة الكريمة. إذا ماء مغلي ممكن أحط ماء المغلي مرق دجاج، ممكن أحط كمان اللي هو ماء سلق المعكرونة، كتير طيب على فكرة باللازانيا أنا بعملها بالمعكرونة دائما. ماء سلق المعكرونة بدخله بالطبخة لأنه كل الفوائد اللي كانت هون نزلت، فأنا بأخذها هو بيسبك وبيعطي طعم. شايفة هلأ حتتسبك معاي الخلطة بهذا الشكل. رح أدعمها شوي مي مغلية، هذه وضع الطبيعي. وأنا بقول ليش الأكل بيطلع دسم؟ لا بجيب الحليب كامل دسم كمان. هو للصحة الأفضل، الأفضل للصحة كامل الدسم. أوكي. نعم معك لما. يلا خلينا نأخذ المشاركات. يلا. انشراح باشنا بتصبح علينا، أحمد حنانة بقول صباح الخير، روان جمعة بتصبح علينا، ومحمد المومني، زيد الطعمات، غادة الحاج، ويوسف علي، كلهم طبعا بيصبحوا علينا صباح الخير لكم جميعا. إيمان العزازمة، أحمد تعمري بقول لك إذا ما حضرنا كل يوم نهاره ما بكمل. الله يسعد، إن شاء الله أيامه بتضل حلوة. جود الخلالي بتقولنا صباح الخير من الزرقاء، صباح الخير إليك ولكل أهالينا بالزرقاء. محمد حسين بيقول صباح الورد، ومحمد المومني بيقول منورين. رنا يوسف بتقول صباح الخيرات يعطيكم ألف عافية، وأم حسين الحوري بتقول صباح الورد شفعوا ليسعد صباحك. أم هبة هندومة بتقول صباح الخير، ورنا يوسف تقول صباح الخير. معنا كمان أم محمد قويدر بتقول يسعد صباحكم. جود الخلايلة، أم العبد النحاس، وفايز المعاقل، محمد النواشي بقولنا صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. الله يسعد صباحهم جميعا. طيب هلأ إحنا عم نحط البهارات تمام على خلطتنا. هلأ هاي الخلطة فيها سبانخ، فبيروح معاها الكاري، بيروح معاها كزبرة ناشفة. أنا ما رح أحط كزبرة، مش طبخة هي، هاي باستا، فحتكوني شوي يعني هيك فلكسبل بالتعامل. فإحنا حطيت أنا ملح، فلفل، فلفل أبيض أو أسود بصير، حطيت كاري، كركم، زعتر ناشف، أوريجانو، بالإضافة لبودرة مرق الدجاج اختيارية. هلأ بودرة مرق الدجاج بالأسواق فيها ملح، وأنا حطيت ملح، إذا أنا بحط من هون شوي من هون شوي وبدوق. طبعا بعد ما تتسبك شوي لأنه السبانخ فيه شوية ملوحة، فحيعطي برضو كمان شوية ملوحة، فأنا بدوق بهاي الخطوة. إذا حسيت إنه بدها ملح إيش بروح بعمل لنا؟ بكل بساطة الوضع طيب وبسيط، إذا بدها ملح بضيف، إذا حسيتي إنها مالحة بتروحي بتزيدي شوية مي وما تكتري معي شوية كريمة، وتنسيش إنه الباستا ما عليها طعم فهي رح تسحب الملوحة. ودائما لما بنملح نتذكر إنه نحط أجبان لأنه هاي كمان بتكون مالحة الأجبان. طبعا في أنواع مالحة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتاخذ وقت كمان صح؟ شوف هلا السبانخ ما إله روح. وأنا شوفي أنا ما بدي السبانخ تنطبخ، أنا مش عم بعمل طبخة أو اللي هي خاني، أنا بدي إياها الحب مبينة، بدي أكل ورق سبانخ مع الكريمة مع الباستا. هلأ أنا طبخته بهذا الشكل، بروح بجيب الباستا، الأمور سهلة جدا، بحطها وسلام تخرك وبقلبها. نعم. وبصفي عندي البشاميل. هلأ البشاميل حكيت لكم عنه لانا عملناه على الهواء، اللي هو بتسوحي الزبدة اللي حطينا لك إياها في المقادير، وبتنزلي عليها الطحين، وبتضلك تحركي فيها بمعلقة خشب أو سباتيولا تمام اللي هي المعلقة السيليكون، وبعد ما تحرك فيها لانا حيصير عندها هيك طابة من العجين في زاوية الطنجرة أو في زاوية الكسرولة. فبتقوم الست إيش بتعمل؟ بكل بساطة بتنزل حليب شوي شوي، وبتضلك تحركي باستمرار، وآخر شيء بتنزل عليها اللي هو جوزة الطيب اختيارية، حبة الست مثلا خلينا نقول تحط مرق دجاج، مكعبات أو باودر، وبس هيك. أنا بضلك لحتى الأسود تتماسك، ما بحط شيء ثاني. شايفين أنا هون نزلت الباستا، رح أحركها بهذا الشكل، وبعد الفاصل هلأ رح نطلع فاصل كتير صغير، بعد الفاصل رح نطبق أنا وياكم الطبق ونحطه بالتلاجة. طبعا البشاميل بدي أسخنه، أنا جهزته مسبقا لأنه أنا وياكم عملناه كتير على الهواء قبل هيك، فرح أسخنه عشان أفوته على طبقي. ورح أجهز الفرن، الفرن عندي حامي جاهز عشان نحط فيه الطبق.
نعم تمام يا أمار. إحنا هلأ خلصنا الباستا على الغاز وهي نقلبناها، شايفين كل كريمة الطبخ سحبتها المعكرونة وطريت. السبانخ لسه معاي مبين وما داب، ما خليته يدوب على الآخر. البشاميل زي ما حكينا وما بخليه كتير يعقد على الغاز وما بكتر الطحين، التزمي بالمقدار عشان يزبط معاكي. نزلت الحليب وضليت أحرك على البارد، وبعدين زي ما أنت شايفة وطيت الغاز عليه نوعا ما، مسك حاله بس هو لسه شبه سائل لأنه رح يتسبك مع الجبنة في داخل الفرن. تمام. الحليب كان بارد شوف علا ولا كان درجة حرارة؟ درجة حرارة الغرفة. نعم قصدي أنه مش لا ساخن ولا فاتر. ولا تمام. راح أروح أنزل خليط المعكرونة بسم الله الرحمن الرحيم بما يناسب حجم الطبق. تمام بهذا الشكل. بعدين راح أروح أوزعها. شايفة إشي بسيط وسهل وتغيير يعني. في كتير بنسمع باستا بالسبانخ مثلا موجود ب خلنا نحكي بحطوا كرافس كذا كذا، بس يعني في كتير أمور عم بتغيب عن بالنا، فيفضل أنه السد دائما تضل على دراية بأهمية هاي القصص بالمطبخ. بعدين هلأ رح نحط شوي من الجبنة تسبك لي الخليط معي ويطلع طيب بهذا الشكل، وبعدين رح ننزل عليها خليط البشاميل وبعدين كمان جبنة على الوجه. تمام معك لانا ناخذ الكومنت. علاء حلواني بيقول صباح الخير يا شف علا ولانا، وبدي اطبخ على امي الغاليه الشف مياد القواسمه، صباح الخير منا لها اكيد ام زيد. وعلاء الحلواني مره ثانيه، وغرام سلمان وهدى كريشان بيصبحوا علينا صباح الخير عليكم جميعا. هبه بتقول يسعد صباحكم، بتسألك عن الطنجرة يا شف علا، من وين هاي الطنجرة؟ غششيهم تحت الهواء. هذا جرانيت تركي نخب أول. أنا نزلت لهم صورة الطنجرة على فكرة والبراند. أنا نزلتيها قبل على صفحتك موجودة. معنا كمان أبو أحمد بيقول الله يسعد صباحكم ويسعد صباح الوصفات الرائعة. أم أصيل الشبكي بتقول يسعد صباحكم. رنا قصاص بتصبح علينا صباح الخير يا رنا وعلى كل الأهل. أم صالح الحناتي بتقول لنا منورة يسعد صباحك يا أم صالح. نادية شطي بتقول يسعد قلوبكم الجميلة صباحكم ورد منورين. عفاف غيث بتقول يسعد صباحك يا علا طبخاتك دائما روعة. الله يسعدهم. أم إبراهيم حمادي بتقول صباح الخير منورين. وصفاء عمرين بتقول يسعد صباحكم. مرام بتقول صباح الورد. وفريال القصري بترجع بتصبح علينا يسعد صباحك يا فريال. نعم انا حطيت البشاميل، اذا طبقت اللي هي خليط الباستا، وبعدين حطينا اللي هي جبن الموزاريلا، بعدين خليط البشاميل اللي سويته على الغاز، وبعدين كمان شوي من الموزاريلا تشيز لحتى يصير يمط معاي الخليط واكثر دسم، وهي خلاص اكله ومحسوبه علي. ممكن الست تستخدم اللي هو الحليب خالي الدسم، ممكن بدون جبنه، يعني بما يناسب صحتها مش غلط. تمام وزكاوتها بالدسم صراحه. يعني خلاص محسوب عليكي اكله، بس في كثير في حتى انواع الاجبان صارت بالاسواق كلياتها دايت هلا، ما فيش شيء مش موجود في البلد، الخير موجود ان شاء الله. وبتبقى الست طبعا هي اكيد طبيب نفسها إلها ولبيتها ولعائلتها، دائما هي قائد المسيره بالمنزل، فهي بتقدر تختار الافضل لبيتها دائما. تمام حنضف صحني ضل وضعه وشكله تمام. ممكن إضافة البروكولي، بس هيك تعملي بلانش خفيف بماء مغلي تنزليها وتطلعيها مع مي وسكر بضل خضرة، وخليها زهرات كتير صغيرة ونزليها مع الخليط كمان بتلبق. ممكن الاسبرغوس اللي هو الهيليون كتير طيب، يعني في كتير أشياء ممكن الست تحطها لحتى تزيد من القيمة الغذائية وتقنع أهل بيتها خصوصا بهاي أنواع الخضار من خلال إشي هم بيحبوه. احنا صغارنا كلهم بحبوا المعكرونات وهالقصص. مزبوط، فبتزلي على حالك انهم يتقبلوا. بزلم بالنسبه له هاد صحن سلطه فما بيعجبه. تعوي تعوي يا شف علا. فاطمه حسين بتقول لي سعد صباحكم وصباح الجميع من اوهايو سهرانين منتابعكم. رنا محمد تسالك شف علا من وين كريمه الفستق الحلبي؟ من عند المحلات اللي بتبيع المواد الخام للحلويات والمطاعم وهالقصص، في بوادي الرمم وفي بمخيم الحسين وفي بشارع عبد الله غوشه تحت الهواء، او حتى على صفحاتي بدلكم من وين. هلا رح نروح على فرن محمى مسبقا فقط من الاسفل، رح تصير تغلي وبتسبك معاي البشاميل، وبعدين بعطيها وجه خفيف من الاعلى. رح نحطها بالفرن وناخذ مقادير شوربه الذره مع الكريمه على بدي اقول على الغاز على الشاشه معلانا. يلا خلينا ناخذ المقادير مع بعض، اعملوا سكرين شوت او قلم ورقه سريع سريع. معنا رح يكون 1 كوب ذره حب معلبه او مجمده، 1 كوب ذره مطحونه معلبه، 1 كوب
صدور الدجاج مقطعة، واحد بصل مفروم، اثنين تومة محروس، ربع كوب كرفس مفروم، ماء مغلي أو مرق دجاج. كمان رح يكون معنا بصل أخضر مفروم للتقديم، واحد معلقة كبيرة طحين، واحد معلقة كبيرة ماء، كوب كريمة طبخ، اثنين قطعة زبدة، ملح وفلفل، بابريكا بهار مشكل، وبودرة ماجي. سهلة كتير وطيبة. الكرفس كمان حكينا سبق بحلقة تانية ورجيناهم شكله، شكله زي البصل الأخضر تمام، أو زي خلينا نحكي الشومر، بتقشر فيه عروق مثله مثل كيف الفول الأخضر والفاصوليا الخضراء، فيه عروق، هاي العروق بدك تقشريه وبعدين تفرميه ناعم. بنحط على البارد وبنحط على الساخن، بس هو مع الساخن كتير أطيب. رح نروح نحط قطعتين من الزبدة، بنكسرهم كمان بشوية زيت عشان ما تنحرق معاي. تمام، معاكي لانا. يلا عبد الإله علي لحناتي بيقول يسعد صباحكم، أم من سعود بتقول يسعد صباحكم، أم سامر عبيدات بتقول يسعد صباحكم منورين، أمير الخشان بيقول صباح الخير، سجا جديتاوي بتقول بتقول لك اللي ما بحب الجبنة مش ضرورية بالوصفة. نعم أكيد طبعاً طبعاً، نعم هي خيار. أم سعود بتقول يسعد صباحكم، أم أيمن عويد بتقول صباح الخير للانا وشيف علا، روان بتقول صباحكم خير. عم بيحاولوا عم يحكونا على التليفون، أرقامنا موجودة على الشاشة مزبوط. عصام الزيوت بيقول صباح الخير على الأكلات المميزة والطيبة، علاء العبادي بيقول صباح الخير يعطيكم العافية، وأم خالد تقول يعطيكم ألف عافية، أبو ريهام بيقول يسعد صباحكم بكل خير ويوم جديد موفق للانا وكاتي. نعم تمام، ما رح نحطينا زبدة وزيت وبعدين نزلنا البصل والثوم المهروس، وأكيد إحنا ما بنقدر نعمل ولا نسوي ولا أي نوع من الأطباق إلا لما نزور كارفور، فمعنا دائما كارفور هو أحد أصحاب العائلة وأحد أعمدة هالمكان المحترم، كارفور هايبر ماركت وأرز تحفة وتونة الصياد، واليوم استخدمنا فطر الصياد بالإضافة لمعجون الطماطم التونس التركي. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. تمام، نزلنا زبدة وزيت، بصل وثوم، وهذا هو الكرفس. ممكن تستبدلي ببصل أخضر، أنا رح أحط الاثنين لأنه كتير مفيد، كتير كتير كتير. الكرفس حتى كمان بيحرق الدهون بالجسم، بيعملوا منه عصير كمان لحرق الدهون، فعليك فيه. افتحي على جوجل واقرأي عن فوائده، شيء كتير طيب وزاكي. أحياناً على الريق كمان جداً حارق للدهون بشكل مش طبيعي للسعرات الحرارية. افتحي واقرأي عنه، وإحنا أصلاً هون بمطبخ يوم جديد عملناه مع مشروب الخيار وسميته المشروب الأخضر الصحي، فافتحي على برنامج يوم جديد على اليوتيوب رح تلاقي كتير طيب وما بتحسي في طعمه أساساً، بس بتشمي ريحته وانت بتشربي فيه. أنا بحب طعمه وريحته صراحة. كتير طيب كتير. طيب هلا احنا عم نقليهم هيك مع بعض، بعدين رح ننزل الذره الحب. طبعا هاي ذره كارفور، هيها امامك مغسوله ومصفيه وامورها تمام. اجباري تغسلي اي نوع من انواع المعلبات لوجود المواد الحافظه، اكيد يعني لازم الناس ينتبهوا على هيك. طبعا، واي شيء بدي اضل اعيد للمره الالف، اوعك تحطيه بعلبته، بعلبه مغلقه وصحه وعافيه. يعني لو زاد مش مشكله، ممكن تفرزه. ما عندك علبة، صحن أزاز وغلفي. وغلفي أيوان، بس مش بالعلبة الحديد، الله يحميهم جميعا. نزلنا الذرة المعلبة من كارفور بهذا الشكل، وبعدين رح أروح أجيب هذا السر اللي هو سر شوربة الذرة. كيف بالمطعم بتكون ثيك أو كثيفة وهو نكهة الكريمة كتير خفيفة، السر هو هذا. هاي ذرة مطحونة بيوري، حق العلبة 95 قرش، بتعمل لك طنجرة شوربة. فإحنا شو بنسوي؟ بنحط علبة من الحب وعلبة من البيوريه المطحون، وبس بتصير عندي كثيفة وطعم ذرة، لأنها كتير سويت، هي كتير حلوة فبتعطيك الطعم اللي أنت بدك إياه. تمام؟ الأزكى تكون معلبة، ما تجيبي فريش وتقطعيها وتعديها. هيها هي هيك بتكون وحلوة، وشايفين كيف فيها قطع الذرة، هاي مش كتير غالية، كتير كتير طيبة. حتى في مشروب ساخن زي السحلب بالذرة، إن شاء الله أتذكر أعمل لكم إياه. أنا بذكرك شيف علا. وبالبطاطا الحلوة كمان، والله كتير طيبة. أنا رح أذكرك. تمام. نعم.
خلينا ناخذ بعض المشاركات. شوف علا معنا نجم الدين من فلسطين من نابلس بيقول يسعد صباحكم بكل خير شوف علا ولانا. ومصطفى الحجي بيقول ابعث لكم تحيه حب واحترام من العراق وسلام كثير حار ويسلموا ايديك يا شف علا. معنا كمان شمس النهار افتخار الهندي بتقول مبدعة دائما الله يعطيك ألف عافية تحياتي لإلك شف علا ولا لانا. أم أصيل شوبكي بتقول صباح الفل ورد والياسمين سعد صباحكم جميعا الله يسعدهم. هلأ إحنا نزلنا قطع الدجاج مكعبات حبة تحط حبة ما حبة عادي بصير بدونه. وكمان ممكن تحط جمبري البيبي شرملي وإيا 250 جرام بثلاث دنانير ونص فبتقدر تحط بيبي روبيان كتير طيب. هذا الدجاج مسلوق شوف على سلقته مسبقا حبة تتقلي على جانب مع البصل ويستوي وبعدين تضيف المواد بصير كمان. هلأ هون أنا عم بحط 250 مل أو حطي كوب لكوب ونص كريمة طبخ وحركيهم مع بعض بهذا الشكل. ورح ننزل كمان شوي من المي المغلية بدي عندي شوربة يعني هي مش طبخة بكريمة شوربة رح ننزل ماء مغلي ايوه بسم الله بس وأخليهم يتطبخوا مع بعض. الدجاج عندي مستوي مبدئيا إذا أنا بس بستنى المواد تتسبك وتنطبخ وتعطيني الطعم الصح. هلأ هي هاي الشوربة لانا ثك يعني كتير كثيفة فأنا كيف بروح بشدها بطحين ومي. كل معلقة طحين بدها هدول معلقتين طحين بدهم بكاسة الشاي هاي الاستكانة مي. إذا أنا بحطهم بهذا الشكل وبحركهم. ممكن تشديها بنشا لا الطحين أطيب للشوربة تمام. هندوبهم مع بعض بهذا الشكل وأخليهم يصير في عندي سائل وبعدين بضيفهم على الطنجرة إذا بدك إياها كثيفة زي الأسواق لأنه فيها خضار فعشان تتمتعي أكثر في التسبيكة تبعتها تمام؟ إذن هيك غلط بدها مي لازم أكثر؟ طبعا عشان هيك أنا حطيت نص الكاسة عشان أورجيها شايفين عكلانا أي مشاركات اتصالات هذا كريسان بتقول لك اسلموا إيديك شوف على هاي الوصفات بحبوها أولادي نعم الأطفال بحبوا الأشياء هاي فيها فيها ذرة وأصلاً طبق المعكرونة هو مفضل للأطفال زي ما قلنا قبل. دائماً أم ثامر عبيدات تقول الله يسعد صباحكم علا وشف لانا لارا على أيام تقول سعد صباحك شف علا منورة دائماً بوصفاتك وجربت من وصفاتك وبتقول لك روعة إن شاء الله صحة وهنا يا رب. فيحاء حسن بتقول بعيد على بنتي ميمونة عيد ميلادها الميمون وكل عام وأنت بخير حبيبتي كل سنة وهي سالمة منا كمان تمام هيشوفي نعم دوبت أخذ المعلقتين الطحين أخذت أيوة معلقتين طحين بكاسة الاستكانة مي بدك مثلا معلقة طحين تحط لها فنجان القهوة مية بتروحي بتنزلي بهذا الشكل بسم الله الرحمن الرحيم طنجرتي كبيرة ومحرزة فبتسحب معلقتين الطحين وبخليها تتطبخ وآخر شيء رح نحط البهارات اللي هي هلأ البهار مشكل اختياري ممكن تحط كيجن ممكن تحط مثلا زعتر أخضر مثلا ممكن بابريكا حرة حلوة مدخنة يعني كل هاي الأمور بتلبق مع طبختنا وأمورها تمام. رح أحط بابريكا شوي حرة رح تعطيني لسعة كتير طيبة ولون حلو هي هاي بيحكوا لها البابريكا الخشنة شوية بهار مشكل وبتدوقي شو حبيت تزيدي بتزيدي أكيد طبعا ملح بودرة مرق دجاج وفلفل أسود أو أبيض. في ناس ما بيحبوا الفلفل الأسود لأنه بغير اللون الأبيض الحلو فبصير تمام. رح نحط ملح بعدين بندوق بحطوا فلفل أبيض عادة ونكهته قوية مش عاطلة أبدا نكهته كتير قوية. شوف على أم نعيم بتقول لك صباح المسرات بس أنت مو على بعض خير الآن عليكي لا أبدا كل خير إحنا وأنت بخير إن شاء الله بتضلوا بخير حبيب القلب يسعدهم. معنا أم عبد الله اللي قدام بتقول كمان صباح الخير وشيرين زغلت أسعد صباحك لانا وشف علا وزهرة القصر بتقول أسعد صباحك بكل خير وأم خالد تقول يعطيكم العافية تمام يلا رح ندوق نستناها تغلي طبعا أيوة إذا إحنا وصلنا للمفيد بأنه عندي الكرفس حلو طلعت حلوة والذرة كمان الذرة حلوة الذرة الثانية كمان لسه أحلى وأحلى البيوري بروح بضيف ملح أو مرق دجاج اللي بيناسبك خلص قربنا هذا سم بدسم مرق الدجاج شف على هاي اليوم خربانة على الآخر ما في حلويات؟ لا ما في حلويات تمام هلأ اللي غير لونها الأبيض اللي هو البابريكا ما حبيتي تحطي بصير تستغني عنه
خلينا نروح نشوف شو صار بالفرن. شيف آيات أحمد بتقول لك قديش كمية الحليب البشاميل، لتر ولا نص لتر؟ هلا احنا حطينا بالمقدار، هلا هي كل ما بدها تضاعف، كل ما بدها تضاعف، يعني مثلا الاثنين يصيروا أربعة، المعلقة بتصير تنتين وهكذا، فأنت التزمي بالمقدار، وإذا طبختك كبيرة مش غلط. يعني ضعف الكميات، خلينا نروح نشوف اللي بالفرن. شوف هلا ايش البهارات العثمانية؟ قولي. في صبية بتسألك فيه. البهارات العثمانية هي بهارات تركية موجودة بمحل أصلا هو بجيب من تركيا أصلا. نعم. وكل البضاعة اللي عنده تركية بخلدة. مجموعة من البهارات التركية هي اللي هي الخشنة. هي عم تسألك إنه وين المحل بخلدة؟ أكيد على صفحتك موجود. أنا بدلكم تحت الهواء. حاضر. طيب. تمام. هاي هون عندنا البشاميل بلش يتسبك، الجبنة بلشت تمسكها معاي، بعرف انه عندي تسبك لما بصير عندي بيغلي بهذا الشكل. لما بتسيح الجبنة اذا حسيت انه ما تسبك والجبنة ساحت واخذت لون بتغطيها بورق فويل قصدير لحتى لانا هذا ما ياخذ لون زيادة. اذا عشان بدي اسبكها زيادة بنزلها تحت قريب من هون من النار وبغطي عليها تحت شوي عشان ما تاخذ لون زيادة. احنا مبدئيا صارت جاهزة معانا، بياكلوها بالمعلقة، بتحب تاكلها ثاني يوم، صالحة للاكل ثلاث ايام، كثير زاكية. في ناس بحبوها بارد وفي ناس بحبوها وطعم البشاميل طعم السبانخ فيها رهيب، زيدوا عليها بروكولي لسه كمان اطيب واطيب. تمام. نرجع هون نحرك ونشوف شو صار. شايفة بتشد بسرعة لوجود الطحين، وانا عندي الدجاج مستوي، الذره مستويه، بس انا بدي شوي البصل والكرفس ينكه بس. غلوه غلوتين بيكون. ايوه بالضبط. يعني هاي بكره برمضان والله بتسوى تقلها الطنجره. بيقولوا لك عن جد يا شيف علا الاطباق تحفه. الله يسعدهم. محمد احمد بيقول يسعد صباحكم بكل خير، و سنة بتقول صباح الورد، عن جد أكلات فخمة وتحفة، تسلم إيديك يا شيف علا. مهند العجالمة بيقول صباح الخير، أم أشرف شريم بتقول صباح الخير والسعادة والهناء والسرور، يسعد صباحك. صالح أحمد بيقول الله يعطيكم العافية علا ولانا، وحنان الزعب بتقول يسعد صباحكم وبحبكم كثير، وإحنا كمان بنحبك كثير. شايفة؟ يعني تغيير لنا، مش كل شيء دجاج ولحمه. مثلا احنا بكره رح نخبطها ونسوي لحمه ونسوي بخاري. انا بدي فطاير سبانخ بحلقتي الجايه لو سمحتي. بدنا نعملها بشيء جديد، رح نسوي كيش الدجاج بالسبانخ، شيء كثير طيب وحلو نوعا ما بنشوفه بالاسواق. مش بديش احكي يعني واقلل من السيدات، بالعكس في عندنا ستات دائما لنا بتصفني دائما بالشيء اللي بيطلع من تحت ايدها، مش طبيعيات شو شاطرين شو مبدعين. في ستات جدا جدا يعني بشكل قديش بدي اقول لك، النكهه الطيبه الاصاله قديش بتحسي الطعم هذا اللي مش اي حدا بيقدر يجيبه فيه موجود. فانا ما بنحبش يعني ابدا، انا ضد نقلل من مستوى المتابع او حتى الستات المتابعات، هم على قدر عالي من المهنيه والاكل الزاكي اللي ما حدا بيقدر يجيبه ابدا ولا ميت شيف كمان. والله يا شيف علا بتعرفي انا بحب الست الجريئه بالمطبخ، طبعا تجرب وتغير وتشوف النكهات تزبط على بعض، لانه احيانا الواحد بزهق من الروتين. طبعا حلو انك تعودي اهل بيتك انه دائما في تغيير. التنين لازم يعني نوعا ما التغيير حلو، المغامره كمان المطبخ، بديش احكي مغامره بس الست اللي ما إلها على المطبخ بتحسيها دائما مش بتهاب بس يعني تبتعد نوعا ما. شايفه كيف خلص هي هيك صارت معي جاهزه امورها طيبه، راح احطها هون انا على الستيشن. هي لازم تغني لها يا هلا بالحامل والمحمول. وصل العروس. وصلت. تمام. حقربها شوي عليكم عشان تاخذ لنا اياها الكاميرا. ممكن نحط على الوجه شويه اوريجانو او زعتر ناشف زي اي نوع، بخليها تبرد. انا بحب الاكل بغلى غلي. وانا كمان مشان هيك انا البوفيهات ما بحبها لانه بيكون تسخين ومجهز وشي، بحب الاكل يغلي غلي، واللي بدي اطعميه لقمة عندي او اعزمه او اطلع انا وياه لازم ناكل اكله سخنه سخنه سخنه. فرش تحس ابدا. هلا في ناس بالنسبه بالضبط، في ناس بالنسبه للمعكرونه ومع هيك بحب اضل اكل الاكل بالضبط، في ناس بالنسبه للمعكرونه لا بحب تبرد وتجمد وتتسبك شوي وتمسك حالها، انا بحبه بغلي غلي. شوف هلا تعالي عيشي عنا. اعزمك تعالي عيشي عنا حبيبتي. بحكي بالموجودين. معانا ميسون بتقول احلى شيف واحلى مذيعة منورين، يسعد قلبك يا ميسون. وفاطمة الياسين بتقول يسعدهم الحلوين. جنات عبادي بتقول شهيتونا، واعتدال خالد بتقول يسعد صباحكم، ومحمد العقرباوي بتقول يسعد صباحك لانا وصباح الشيف علا، يعطيها الف عافيه. بتعرفي شو راس طبختنا؟ راس مالها اليوم
راس مالها ضمت سبانخ من عند ابو محمود الخضرجي من اخر الحاره هذا اللي على اليمين. والبهارات موجوده اصلا ابدا، وكيس باستا من كارفور، وسلامتك وتعيشي بس وصحه وهنا وسريعه. بالضبط، ونحملهم جميله انه طبخنا اليوم. شفتي؟ معنا ديالا الجريني بتقول صباح حبيبة قلبي شيف علا والمذيعة لانا منورين، ومعنا صوفي زواهري بتقول أحلى علا وأزكى أكلات، وأحمد علي الغزو بقول صباح الخير، فوزية أيوب بتقول صباحكم معطر برائحة الورد، ومنال إسماعيل بتقول صباح الخير مع الشيف علا، يسعد صباحكم جميعا. الله يسعدهم جميعا. بس شايفة هي استوت أمورها طيبة، شوفي صحنا إحنا شايفة كرمالك دللي يا الله يا شيف علا. وجبة والله مشبعة كتير كتير، يعني حتى لو زدت فيها الجاج كمان خلص بتصفي. مش شايفيتني جاي بدون سندويشة؟ بس في هناك لا والله والله اليوم ما جبت تبرد. أنت معناته كاتي زقطناها كاتي. تمام، هيها غليت وخلص تسبكت معاي وتمام. شايفين أنا ما زدت كمية الكريمة تصير أوفر، لا خلص علبة حليب، كاسة حليب، علبة قشطة اللي موجود بمشي، يعني نعمة وفضل تمشي الأمور صحة وهنا على قلبهم. ممكن إذا ما بدهم كريمة ولا حليب ولا قشطة على مرق دجاج، نعمة وفضل كمان كتير زاكية، أو ماء مغلي ومرق دجاج. والله يعني بزهق دائما لحمة ودجاج وسمك لحمة، حلو الواحد هيك يكون بعيد شوي يعني عشان صحتنا كمان، مش دائما لحمة ومش دائما دجاج ومش دائما سمك، بس يعني حلو التنويع دائما، أنا مع التنويع صح. وهذا الشيء ما بيحدده إلا ست البيت، هي ست البيت هي القائد الأول والأخير في البيت، لأنه الزلمة بيروح من شغله شو موجود بياكل، صح ولا لا؟ الله يهديهم إذا هيك. إيش يا شيف علا؟ في 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 زلام نقدين بالأكل مع احترام للجميع، بمعنى إنه يعني مثلا مع كورونا انه انا واقف على جري من الصبح وتعبان اجي اسحب مع كورونا. الله يسامحك. يعني 90% من الرجال تحياتنا لهم، اكيد هم راس المال دائما لكل ست، الله يخلي لكل عين رجاه وما يحرم حدا من اللي له. بس يعني الزلمه بتعب وبشقى طول النهار، بحب يلاقي له امه طيبه على الطاوله تستنى، عرفتي هذه هي. فانا بقول دائما ما بيحب حطي له صحن، اعملي له صحن فتوش مثلا، سوي له شغله هيك يعني ظبطي بصحن هو بحبه. انا كل عائلتي الحمد لله رب العالمين على الاكل. وفي يعني هي سبحان الله هاي أذواق، ما هو إحنا بنقول بتعب وبشقى من الصبح حقه يلاقي لقمة. ولا أنا بحب، شو بحب زوجك اعملي له. أنا ما بحب أكون جوعانة وبالآخر أكل أكل مش زاكي أو أشرب. والله أنا الموجود نعمة وفضل، لبنة ما بتمشي الحال، نعمة وفضل اللي موجود صحة وهنا بالعافية. دائما كل شيء مع الصحة طيب وزاكي، مع هدات البال كل شيء طيب. يعني أحيانا إذا كنت أنت متضايقة ونحط قدامك كباب والله، لما تكوني مبسوطه ويحطوا قدامك صحن قلايه والله بتلاقي غير شكل. شوف على حتى لو في زعل بحب الكباب، مالنا بحب الكباب. ماشي امر. هلا هيك خلص جهزت عنا الشوربه، رح نروح نسكبها بالشكل النهائي وبنقدم على وشها شويه من البصل الاخضر وصحه وهنا على اللي بياكل. شوفي يلا معك لانا لحد ما نختم. يلا ام عبد الله الكوفي بتقول صباح الورد والياسمين والنسرين. ابو زينه بتقول صباح الخير وبتقول لصاحبتها هاي اكلتك المفضله. فيحاء حسن تقول شكلها الشيف اليوم تعبانه، يعطيها الف عافيه. لا لا شيف علا جدع. معانا كمان ايات عبد الله بتقول صباح الخير، وغصون ابو كركي بتقول يسعدهم الحلوين ويحفظهم. حبايب القلب، وهينا هيك قدمناها بالشكل النهائي، وسلامتكم وتعيشوا صحة وهنا على اللي بيأكل. عن جد تغيير يعني شوربات، احنا دايما الستات عندنا مطب بالشوربة وبالسلطة، انا بحبهم التنين. بحب هذا هو هذا لازم يكونوا موجودين على الطاولة، اذا مش كل يوم يوم بعد يوم. يعني مثلا امي غير هاي الخرط الناعم، خيار وبندرة وبقدونس خس ما بتعرف مثلا. ليش؟ لانه خلص هاي ايش بسموها السلطة الفلاحية. أيام البساطة هيك هم، فحلو بالعكس. أنا مع في خضرة على الطاولة، أنا كتير شايف هذا الموضوع. بعدين بنروح بنجيب رشة من البصل، وهيك أنا بكون وصلت لنهاية فقرتنا لليوم، وعملت أنا وياكم برفقة لانا زيدان شوربة الذرة مع الكريمة والدجاج، بالإضافة إلى باستا السبانخ مع البشاميل. وغدا إن شاء الله رح نعمل أنا وياكم بخاري اللحم على أصوله بطريقة كتير بسيطة بس كتير طيبة، وعلى أصولها طبعا على الطريقة الخليجية، بالإضافة إلى سلطة خليني أحكي فتوش، هي مش سلطة،
فتوش تركي، والفتوش التركي غير شكل. صح. يعني ما بيشبه التركي لا الفتوش اللبناني ولا السوري ولا حتى اللي احنا بنسويه بالاردن. تمام، فرح اعطيكم اياه بكره على الاصول على طريقه شيف زميل وصديق تركي ولكن مقيم في عمان، ورح نعطيكم الطريقه ان شاء الله كثير طيبه. جهزوا حالكم، نشوفكم على خير ان شاء الله. شوفوا لما معزومه انا بكره، هياكي الله نسعد قلبك. واذا ما اجيت بنبعث لك لعندك تدللي. الله عليك. يعني اكيد وصلنا الى الختام، ودائما بحب اودعكم برساله، دائما انسوا الاحزان شوقا لغد افضل. دمتم سالمين، تحيه من القلب، في امان الله. احلى من مليون عريس. رز تحفة، عن جد تحفة.